حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، الحديث المشهور. المقصود أن من طلب الرقية قد خرج عن هذا الوصف إذا طلبها، أما إذا رقي من غير طلب فلا يخرج عنها إذا كان متوكلا على الله جل وعلا حق التوكل. فإذا كان هو متوكل على الله ثم رقي من غير طلب وعنده من التوكل وأيضا حقق بقية ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون، دخل في 70,000.